كروم أحمد في الدقائق الأخيرة، في اللحظات الأخيرة. طيب برملة في وسط الميدان، افتح اللعب عليه بنويس، لكن يفضل تمرير ناحية هشام شريف. الآن عقيد، عقيد يراوغ بطريقة ممتازة، يوزع الكرة ممتازة من هناك، تروح بالخطأ ناحية بن تيبو. والهدف الأول لصالح جمعية وهران، الهدف الأول لصالح جمعية وهران بعد هفوة دفاعية في صفوف مولودية العلمة. بنتيبا يتمكن من تسجيل الهدف الأول في هذه المباراة. صعود كلي لعناصر المولودية، كرة طويلة مباشرة من هناك، والحارس علوي فتح الدين غالبا يكون في الجهة اليسرى من الميدان. شو خطأ، وكرة بالخطأ من هناك، تسديده والهدف الثاني. الهدف الثاني لصالح جمعية وهران. الفعالية اليوم حاضرة من جانب الجمعية. الطيب بالرملة بتسديدة قوية تسكن مباشرة شباك الحارس نسيم بن خوجة. بالطيب بالرملة بتسديدة بقذيفة أرض جو تسكن مباشرة. دائما مولودية العلمة في فرصة البحث عن تعديل النتيجة. كادت مولودية العلمة أن تقلص النتيجة في هذه اللحظات بعد هذه الرأسية التي ارتطمت بالعارضة. لاعب جمعية وهران بنويس كرة من بنتيبا ممتازة، ممتازة هذه الكرة من بنتيبا، ممتازة هذه الكرة. هي تغييرات تكتيكية من أجل ربح بعض الثواني وكسر رتم المباراة. مولودية العلمة تتمكن من تعميق أو من تقليص النتيجة. مولودية العلمة تتمكن من تقليص النتيجة في الوقت بدل الضائع للمباراة. كفي يتمكن من تقليص النتيجة بعد كرة من جلينا. طبعا.